السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه في قناه ابو زين جيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده جايب لكم لعبه سكاي كونكر. النهارده في تحديث جديد جميل جدا. النهارده في حاجه جديده للمتابعين، ان شاء الله هنزلهم اول اكونت هيتعمل من دلوقتي، هينزل بقلمه 15 هوريه لكم وكل حاجه. اهم حاجه تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس واستنى مني كل جديد على قناة ابو زين جيم كونكر تعيس. زي ما انتم شايفين كده السيرفر بقى بسم الله ما شاء الله، ناس بتلعب وناس موجودة، وتقدر تلعب زيك زي الناس دي اللي شاحنة او مش اللي شاحن، وكل حاجة عن الشحنة سواء في الوصف، والراجل موجود اهو بتاع الشحن لو عايز تشحن منه كل حاجة موجودة. يلا بقى ناخد نبذة عن السيرفر بسرعة قبل ما اعمل الاكونت كده. زي ما انتم شايفين كده هنا الاونلاين، زي ما انتم شايفين هنا الدونيشن، لو عايز تحطه في الدونيشن سبيس هنا ده البوينت ده اللي صفى. جانجل تشي فريق متقفلين ايبك. هنا من واحد لغايه 12 ده هانت، كل واحده فيها هانت. هانت هنا يعني وحوش كبيره، بصوا كتيره جدا. في طبعا في ناس موجوده تعمل حته ارشر وتجمع سي بي اس بالهبل. بصوا سي بي اس شغال، وسي بي اس و واسمه ايه ده، وجولد. وجولد عشان تلعب لو عايز تلعب بوكر او الكلام ده، الناس اللي بتحب الكلام ده. حاجه ثانيه يلا ده الشوبات اهي، تروح تدس هنا كده الشوب موجود كل حاجه فيه اهو، حاجة الارشيف والرونات وكل حاجه موجوده، والانامات اهو كل حاجه موجوده زي ما انتم شايفين كده، اللبس الاضافي وكل حاجه. هنا البوكت باور، هنا ال بتاع النينجا، الارشيف بتاع النينجا، حتى الارشيف بتاع النينجا. يعني السيرفر كله موجود زي ما انا طبعا سايب في الوصف قبل كده، هسيب لكم برضك الفيديو كامل عن السيرفر. يلا بينا على بركه الله نعمل اكونت من اول وجديد مع بعض، وهشغل لكم السايت. زي ما انتم شايفين ده السايت الداونلود من هنا، لو عايز تنزل البادج او الكلاين ده اللعبه كامله هتدوس هنا، هتنزل مساحتها 3 جيجا وشويه بس، احسن لك نزل اللعبه. وهنا البادج مساحته صغيره 250 لو عندك اي لعبه كونكر اخر تحديث ما عدا كونكر اونلاين تقدر تنزل عليه، اي بقى سيرفر كنت بتلعبه قبل كده. يلا بينا على بركه الله نعمل اكونت. هنا اول حاجه الاكونت، الاسم، وبعدين الايميل، وبعدين الباسورد مرتين، وبعدين تدوس على العلامه دي. يعني احنا نعمل كده مثلا زين ما دي. اي حاجه الباسورد اللي يعجبك. انا عامله مع الناس بس عشان الناس بتقول لي مش شغال اهو، كل حاجه شغاله اهي اهي، مفيش اي مشكله، واتعامل معاك بكل سهوله وسلاسه اهو. كتب لي اللي هو موجود اهو. طب اخش على اللعبه، سيب كل حاجه في الوصف عن اللعبه، نكتب بقى زي ما انتم شايفين اهو. دخل تعمل اي اكونت، انا اول حاجه بعملها ووتر مثلا، اهو زي ما انتم شايفين كده تدوس على الراجل ده، اول ما يخش هيجي لك بالمنظر ده اهو، افتحها كده بيديك 100 مليون دي مفاجاه، و15 7 15 انا ما زي ما انتم شايفين كده تقدر تلعب وكل حاجه، وتنزل ريبورن وكل حاجه. تروح هنا مثلا تجيب الاستاف اهو، طبعا انت ليفل 140، تجيب 140 منين بقى؟ من الراجل دي البت دي اهي، جبت ال 140 وانت واقف بكل سهوله. طبعا اجيب الصفه بقى الاساسيات كلها من هنا اهي، اول حاجه الفنا والطور اهي. طبعا اجيب الفنا والطور في الاول، بعدين ننزل الروبرنات، وبعدين تطلع هات الحاجه اهو. جناحات كده انا جبت كله اهو، فنا والطور العب دول طبعا عشان لو هتعمل دامج. تروح هنا اهو روم 2 دي اهي، طبعا هنا بتنزل البوينت لو عاوز تنزل ريبورد، بتجيب العجينه طبعا زي ما انتم عارفين
اهو بنجيب العجينه دي، العجينه دي اول حاجه بنشتريها، وبعدين عشان السكن وانت واقف كل ده وانت واقف ما بتتحركش من مكانك. جبت ال 140 طبعا. في هنا في الوتر حاجه برضو ايه اعملها لكم. اول حاجه اول ما تجيب بتعمل ووتر، بتروح فين بقى؟ بتعمل عند الترقيه. لازم تروح الترقيه اول حاجه عشان تخليه ووتر او فاير. اهو طبعا انا بشرح للناس المبتدئه، الناس طبعا عارف، الناس كلها عارفه. تروح تدوس على الوليه دي اهي، بس انت كده بتخليه ووتر او ابص خلي بالكوا دي فاير ودي ووتر، تخليه ووتر كده اول مره عشان تقدر يجيلك الاستجما بعد كده. طبعا بقى بعد السكيلات كلها هنجيب الاستجما اهي، ماجيك شيلد بس. راح دماغك بس عشان ايه الوقت الفيديو ما طولش عليكم. ماشي جاي بس خلاص، هتروح تنزل البورن بكل سهوله. وبعد كده بقى بص بتاعت الترقيه بقى بترقى مع بعضها على طول. الموضوع بقى سهل وسلس، والسيرفر بقى جميل جدا، اتاكات محترمه، ما فيش اي مشاكل. لو في اي مشاكل اكتب لي في كومنت ونبدا نحلها على قد ما بنقدر مع الناس. نطلع على الروم تاني اهي، تنزل البورن من هنا تنزل وريو زي ما انتم شايفين كده. نزلنا وريو بنطلع 140 تاني اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو، بصوا تترقى بقى لغايه ماستر بس لغايه ما تنزل البورن اهو. بعد ما تنزل البورن على طول سكن حسب ما انت عاوز بقى، نينجا تروجين ارشر فاير اللي انت عاوزه، اللي انت نفسك فيه اللي بيحب يلعب. انا ممكن اعمل كده اهو، بس ممكن مش فيه ارشيف يعني، انا بس بعمله كده بس عشان الناس اهو كده. بقيت مونك 140 في ثانيه. الجانجا بتشيش زي ما انتم شايفين اهو، شانجي ايبك كله ايبك ايبك اهو. انت بقى بتعمل عمل، تروح هنا بتفتح زي ما انتم شايفين هنا، بتفتح هنا الجانج، تروح عامل كده اي اس اهو، تروح رايح التوين والجانج من هنا اهو، تعمل واحده بس، تفتح واحده عشان يقدر يفتح معاك اهو. تروح دايس هنا واحد. انت بقى لو عاوز بريك اللي انت عاوز كله ايبك يعني، انت فاهم بسهوله كل حاجه اهو. زي ما انتم شايفين اهو بدا يفتح معايا كل حاجه وسلس اهو. جيب لي الصفه بتاعتك من هنا وده بعد ما حطيت له الحاجه بتاعته اهو، لبست له الصفه خليته 15ات وعملت له جيرمان وبتاع. حاجات بسيطة جدا يا جماعة، وتقدر تلعب في كل حاجة يعني، انت فاهم تقدر تلعب زيك زي الناس دي. طبعا غير هنا برضو لما بيجي الاونلاين تقدر تجيب جيرمان وكل شوية 75 اونلاين يعني. طول ما انت عارف السيرفر يجيلك جيرمانات وانامات وفي اي بي واللي انت عاوزه وملايين، غير الهام غير مكان الهام يعني. ده كان سيرفرنا سكاي كونكر مع ابو زين جيم، وانتظروني ان شاء الله في كل جديد على قناتكم المفضلة ابو زين جيم. ان شاء الله اللي جاي احسن، وهفضل مستمر باذن الله، واهم حاجه تشجيع منكم ليا عشان اقدر اكمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.